الله يعطيكم العافية. رمضان كريم وهو اسمه شهر الكرم، وإن شاء الله تعالى نحن كريمين. سامحونا على أي انتقاد، على أي غلط. هو شهر المحبة، هو شهر الزحمة، هو شهر الوداد. يعني إذا صار أي تقصير مننا، أنتوا أخواتنا، أنتوا أهلنا، سامحونا. عم نعمل اللي علينا وبإذن الله أكثر يعني، واللي بيطلع بإيدنا. محبتنا لكم وفيكم نحن منكبر. رمضان كريم، ومنتظرينكم دوما بمطعمكم الصغير اللي بقلبه كبير. ياسمين الشام. نحن اجينا من لينز لهون على المطعم على سمعته طيبه واكله الظريف. نعم، بنصح كل اللي بفيينا يجوا لهون. اهم شيء مبدا الكرم عندهم. الكرم هي طبعا الكرم. ياسمين الشام بكل مكان. الاجواء رمضانيه واجواء بتجنن يعني، وحس هيك الواحد باللهفه العربيه هون باجواء رمضان. نعم نعم، وبنصح الكل يجي لهون والله. السلام عليكم، نحن بمطعم ياسمين الشام، ونحن جايين من لينز لهون لاني اجواء حلوه واجواء رمضانيه واكلات كثير ظريفه عن الشباب، وفي كرم وجو رمضان يعني. هنيك عندنا بليز ما عندنا هيك سبحان الله مثل جو رمضان، هون في جو رمضان عندهم بفيينا. يسعد مساكم، ونحن بندعيكم على ياسمين الشام، ونحن جايين من لينز لهون لان شاء الله اكله الطيب وسمعته الحلوه وموضوع النظافه ان شاء الله شيء حلو ان شاء الله. وندعيكم على مائدة ياسمين الشام، وكل عام وانتم بخير. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا، وعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللقمة الطيبة في ياسمين الشام، والكرم في ياسمين الشام، والنظافة في ياسمين الشام، والابتسام الحلوة في ياسمين الشام. أهلا وسهلا فيكم. نحن بنحب نتشكر مطعم ياسمين الشام على هالأجواء الرمضانية الحلوة اللي عم يعملها كل سنة، وعن جد هو مطعم رقم واحد برمضان وبرات رمضان. يعطيكم العافية. صفوني له. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، صياما مقبولا. الاجواء بياسمين الشام برمضان بترجعنا للحياه بسوريا، واحساسنا برمضان والافطار الجماعي، وكل عام بخير وصياما مقبولا. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. هون والله بياسمين الشام صار اكثر من مره جربنا الفطور، دائما كان كويس، أكل طيب، أجواء رمضانية حلوة. كل عام وانتم بخير. يا هلو، إفرايم إشتاسي تابين فو إفطار كيف سوندفا تس إسن إسون دي شبكساليتيتن دي عربيشن دي سوريشن دي سوندفا وندفا شيش تاوود كيباب وند أدنا كيباب إس بيرفكت هويته. Ich war das letzte Mal vor circa einem Jahr, aber heuer ist viel kräder, viel besser. Ich freue mich und sage, es ist wirklich das beste Iftar vom 15. jetzt, was ich jetzt bekommen habe. Danke sehr. Merhabalar, nasılsın arkadaşlar? Şu an Yasemin Şam'dayız da. Daha Linz'den buraya kadar 200 kilometre falan geldik daha buraya kadar. Yemekler harbiden çok güzel, bir de çok lezzetli bir yemekler yani. Size tavsiye ederim yani, buraya gelin. Yemekler çok güzel yani, tadına bir bakın. Teşekkür ederim. Mat'am Yasmin Şam, kul şey hon zarif, el'ade hilwe, jow hilu. Lakin maşallah kullu mushakkal munawwa' el'kibbe. الفريك الأكل الشامي كله موجود هون، والخدمة ما في أحسن من هيك،
الحمد لله كله تمام. الخدمة 100%، وهاي مو مجاملة، وأنا قاعد بطريق أبعد من فيينا 3 ساعات، جيت خصيصاً أنه أكل فطورهم وأشرب شايهم. فاللي يحب يجي بالله الكريم مو مجاملة، وخالي الكلام من ولو كلمة من المجاملة، أكل 100%، ومضي بوفيه مفتوح، واللي يحب يجي يتفضل ويذوق، والتجربة خير برهان. شكرا. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله هيك رمضان مبارك، إفطار هيك شهي وهني وصحة طيبة، وتقبل الله طاعتكم، شيء كثير طيب وقعدة حلوة ولمة حلوة، وشكرا الناس وهيك انبسطنا فيكم، والأكل كثير طيب، يعطيكم العافية، شكرا كثير. مساء الخير، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم على الجميع، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعلى شعوبنا العربية كلها إن شاء الله. والله قعدة حلوة وقعدة اجتماعية، هذا أحلى ما في رمضان، لقاء الأحبة خاصة بعد فترة الكورونا. وبنشكر الدكتور غزوان على العزومة هو ومدامته، إن شاء الله دائما يا رب ينعاد عليكم بالصحة والبركة يا رب. شكرا جزيلا.